هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقة الثانية من لعبة هيتمان 3. لا تقول ما نبدأ، تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا لكم من كل قلبي على دعمكم بالحلقة الماضية. الله يعطيكم العافية، يعني صراحة دعمكم جميل، فوالله من كل قلبي يا اخوان شكرا لكم. اتمنى توصلون دعمكم. خلونا نكمل باللعبة الجميلة ذي بسم الله. اوكي اخوان، اليوم راح يكون عندنا ان شاء الله المهمة ذي. والله ما ادري اضيف شيء ولا لا. ما اعتقد، عشان زي ما تقولوا تقريبا المستوى حق ما هو مره عالي، بس اكمل عليكم ان شاء الله. راح نقدر على المهمه زي ما قدرنا على المهمتين الماضيه، في الحلقه الماضيه لعبنا مهمتين وكل الحمد لله قدرنا عليها. ان شاء الله حتى المهمه هذه راح نقدر عليها. اوكي المهمة دي على طول تبدأ كذا. يقول لك كونتاكت اوليفيا، على اتصل على اوليفيا. ما ادري كيف اتصل عليها. اوكي خلينا نشوف كذا، خلينا ندق على اوليفيا. فايند اوليفيا، احنا لازم نلاقي اللي هي اوليفيا. والله صراحة يعني شايفين كيف يعني شكل مهمة مرة حلو، يعني من الحلقة الماضية صراحة قاعد اقول يعني الشكل كذا لعبة هيتمان، جرافيكس وكذا والظلام، صراحة كنا لعبة رعب. يعني بالله لو اقول لكم هذه لعبة رعب يعني صراحة انا عني راح اصدق. شايفين كيف كذا شكلها صراحة مرة حلوة. اوكي خلينا احنا ندخل هنا. تذكرون صراحة بلعبة ريزن دي في التوري ميك بالبداية لما تدخل المحل زي كذا. اعتقد انه لوفيا هنا، ما اعتقد انه اتصل، بس خلينا نشوف ايش فيه هنا. بيك اب، خلينا نشيل الشيء ذا. اعتقد الباب ده مفتوح. لا 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 مو مفتوح. خرج علينا شو؟ ما اعتقد راح الاقي باب من البيبان هذي مفتوح. خلينا نرجع هنا. هي اكيد لو بنلاقيها اوليفيا دي راح نلاقيها هنا. خلينا نشوف، نبدا ندخل اوبن. حلو دخلنا. اكيد الباب ده مفتوح. لا والله يا اخوان ما هو مفتوح. اعتقد لازم اطلع على فوق. سكن السؤال هو انا كيف اطلع على فوق؟ انا جيت من هنا؟ خلينا نشوف لو خرجت من هنا بنفس الشيء ايش بيانا. والله ما ادري صراحة فين راح الاقيها اوليفيا دي. انا اتوقع صراحة بالمحطة دي هي، يعني ما ادري نسوي شيء. ما اعتقد خلنا ناخذ هذي فين عشان ابغى ارمي على احد، بس كذا نحطها براسه. والله ما ادري صراحة يا اخوان، يعني ما ادري فين اوليفيا ذي. هنا ممكن السيارة ذي اللي شغالة، اشوف مو معقولة هنا. اها خلنا نزعل تحت، اعتقد هذي اوليفيا يعني السيارة حقتها ونزلت على تحت. ما ادري ايش معايا، كم على الكاميرا معايا الصودا ذي في عشان ما عرس احد. نكمل على هنا دحين. ما اعتقد انه هنا صراحة. انا قاعد ادق الزر هذاك اللي يوريني عن الاشياء من بعيد، ما ادري مو قاعد يجيلي شيء. اوكي يا اخوان الحين بدأت المهمة حقتنا. طيب في اشخاص، اوه تبتبه، في اشخاص لازم نقتلهم. مو معقول عاد بيشوفني من هنا، روقنا. طيب هذا اول واحد عندنا. دي حلو حلو، خلينا ننهي دحين. دي لبسك كذا. نشيل. يا سلام انا اخذت لبسه.
والله ما ادري مو لازم. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. I never do, Joe. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. نعم بدنا ندخل. طب يعني شباب في أشخاص ذولي لازم أقتلهم. عرفت زي ذا. بنفس الوقت لازم أسوي سيرش يعني أبحث عن بعض الأشياء. أعتقد أدلة أو شيء زي كذا. أدري ما في باب من هنا. والله ما أدري كيف أدخل هنا. خليني أجي علينا شو. بدر قاعد طلع بالخريطة يعني مكتوب إنه في فتحة من هنا. طيب طيب. والله صراحة ما شفتها يعني لما عديت من عندها. طيب عندنا أول واحد هنا. أعتقد دائما نجيبه على هنا. عارفين كيف؟ خليني بس أخوان أسجل على السريع. أعتقد جبته على هنا. بعدين أقتله ما أدري أخذ لبسه ممكن. ايش ما ادري اسوي شيء هنا والله ما مداني اعتقد لازم لي شيء. خليني اجي هنا طيب شو والله حتى لو ما اظن مداني اسوي شيء. عارفين لو سحبت على هنا حكون شيء مره حلو. اعتقد لازم ادخل على هنا. اوه انتبه انتبه انتبه. طيب طيب ما شاف شيء الحمد لله. والله ما ادري هو يقول لي يعني لازم اقتلهم تقريبا العصابة دي اعتقد. اوكي ما حد شاف شيء. خلينا نسحبه بالبداية. ما ادري خلينا نحطه هنا. اعتقد انا لازم ادخل المكان ذا بس ما ادري كلهم شاكين فيني. والله مهمة ما راح تكون سهلة صراحة. ما ادري كيف ادخل هنا. خلونا ناخذ الحجر ذا. نشوف الجيت زي كذا يخلوني ادخل. هلو سا. ايه لاف ذا سوت. Classic cut, but this is a restricted area. Sorry. طيب طبعا ما يمدي ادخل هنا. هو لازم ادخل بسكن. خليني اجرب الباب اللي من هنا. والله ما ادري ممكن بدنا افتحه. اعتقد هو اطلع من هنا. بس خليني ببدا اشوف الباب ده بدنا افتحه. والله ما اظن مداني. خليني طب اجرب اجي من هنا. ممكن في طريق من هنا. ايوه يا سلام. طيب في واحد هنا على يميني. ناخذ الشيء ذا. خلنا نرجع على هنا. قد هي بتيجي هنا فين كيف اخوان سردها بالحجر على راسها. انتبه انتبه. طيب طيب لو قتلتها دحين فيها يا سلام. تعال يا ملقوفه. اوكي قتلناها. والله ما ادري عندنا اثنين هنا. ما اعتقد راح يشوفون جيت كذا. ما ادري صراحة انا بحاول البس زي لبسهم يعني بس هكا مو قاعد يجينا الخيار اللي يعني يقول لي يعني بدك تلبس زي لبسهم. يعني قاعد اقتلهم صراحة بس ماني قادر اخذ ملابسهم. اعتقد حد ياخذ لبس واحد فيهم الشيء ذا راح يسهل المهمة بشكل مرة كبير. كذول يتفرقوا. اعتقد هنا فرصتي. اوكي شوف اني اقتل ذا. اوكي يا اخوان من هي ذا. يا سلام بدنا ناخذ لبسه. حلو حلو ودينا الشيء اللي معاك. ناخذ كل شيء. هذه ما بناخذها ليه؟ بويسن بدنا نسممها كان. طب جثتين في مكان يعني. ان شاء الله ما حد يشوفه. خلوني بس اخوان اسجل على السريع. عارفين كيف؟ خلاص دحين بدنا ندخل اعتقد المكان ذا جيفين كي. خلينا ندخل هنا. ما ادري في شخص لازم نقتله. ما ادري عصابة كاملة لازم نقتلها.
طيب عشان ندخل لازم لنا مفتاح. هناخد الاشياء دي. طيب خلينا نرجع لورا. عارفين اعتقد لو رجعت على ورا من هنا بدنا ندخل. ما راح تقول لي شيء ذي؟ ها يوم ما قلت شيء الحمد لله. طب اخوان هو يقول لي ليميتيت يعني ذا اي سي اي ايجنتس اللي هم العملاء اللي من المنظمة دي، بس احنا الى الان قتلنا واحد واللي يعني جنب الواحد وتشوفون علامة استفهام. يعني ما اللعبة ما تبغى توريكم مكان واحد، بس احنا كل علينا اعتقد يعني اتوقع صراحة لا اكثر ولا اقل انه يعني ندور ممكن كذا يعني نشوف لنا واحد هنا ولا هنا يصير خلاص نقتله. واللي تحت كمان يقول لي سيرش يعني المكان ده اللي احنا فيه، دور عن اللي هم العملاء. فمو ما هي ملفات عن الشيء الثاني المطلوب مني ذا اللي بالازرق، يعني مو انه عملاء يعني لازم، مو قصدي ملفات لازم تجيبها، هذا بس يقول لك يعني انه لازم تلاقي العملاء وتقتلهم. بس والله ما ادري المكان ذا يعني مره كبير صراحه، ما ادري فين بلاقيهم. خلينا نمر من هنا. اعتقد ممكن نلاقيهم هنا او ممكن ذا اللي تحت هو اللي شاك فيك زي كذا، اتوقع يعني انه ممكن يكون واحد من العملاء. والله ما ادري هما كم بالضبط. هنشرب بنزين ذا. والله طب نقتله بسهولة، بس ما ادري ما راح استفيد شيء. فين جيت انا؟ اوكي خلينا نشوف هنا. والله ما ادري من شاف اي واحد فيهم هنا. يعني احنا الان قتلنا واحد اللي شفناه ذاك فين قبل ما ندخل المكان ذا. صراحة اللبس اللي انا لابسه يعني هذا راح يخليني اتنقل بشكل اكبر. خلينا بس نشوف ايش فيه. هو اكيد راح يكون بعيد ما راح يكون قريب. اوكي ايش عندنا هنا؟ والله ما ادري احس حول. اشوف الدبابات هذا ما نسوي عنده شيء. والله ما اعتقد مداني هنا. طيب ما اعتقد لازم افتحها. اتوقع في واحد قريب هنا. والله ما ادري، يقول لي فاوند ذا ديليفري جاي اظن. ما ياخذ ذا ما سوى شيء. والله جننته. مدري انا ابغى يفتح اللي هو ذا البوابة. والله ما اعتقد اني بقدر ادخل هنا. خلو طب خلاص ارجع. اوكي هذا ما اقدر افتحه. والله ما ادري ما في شيء هنا. خلينا نشوف ذاك اللي هناك. ممكن واحد من العملاء اللي لازم نقتلهم. لا والله بس الله ياخذ شاك فيني. ندخل من هنا يا مداني، بس ما ادري ليه بسوي كذا. اوكي جبنا واحد. يا سلام والله يدخل هنا مره تمام. لا والله جاي علي. خلونا ندعس من هنا. والله هذا هو. اوكي عنده دحين الثاني. زي ما اقول لكم صراحه ما ادري هم كم بالضبط، اتوقع اربعه ممكن بالكثير او خمسه. والله جاي علي. طيب راح تجي الفرصه ما عليكم. هو صعب اقتله هنا. والله بدنا نقتله دحين ترى. خلينا نشوف كذا. ديه خلينا ننهي بس بسرعه. خلينا نشرد. اكيد ما حد شاف شيء. وجثة صعب يعني اني ادسها. اوكي. والله انا هنا على طول. طيب كذا اثنين. طيب اخوان كذا اثنين. فزي ما اقول لكم يعني انا كل علي بس الفلف كذا. اتوقع اللي يشك فيني هو اللي يعني واحد من العملاء. ما ادري من شاف اي واحد يشك فيني هنا.
يعني المكان ذا مرة كبير. بدنا ناخذ البطاقة ذي، مدري بطاقة مدري حبوب مدري. كم مدري، ما دورت برا صراحة، في حد شاك فيني هنا؟ والله مدري، ما شاف اي احد هنا. خلنا نرجع للمكان ذا نكمل ندور. يعني احنا الى الان قتلنا اثنين، اعتقد اللي باقي اثنين. مدري بدنا نزعل تحت زيادة، ان شاء الله ما داني من هنا. اوكي، لا هذا يودينا على هنا. طيب في واحد تحت، في واحد تحت اخوان، صدقوني انه من العملاء اللي لازم اقتلهم. بس كيف انزعل تحت انا؟ اعتقد من هنا اكيد في طريقي. ايوه يا سلام، فينه؟ طيب صدقوا، هذا عميل، متاكد انه عميل عشان شايفين في واحد قاعد يمشي وراه بين بحميه. العبيط ذا اشياء شايفين، قلت لك والله ما ادري دي من هنا. اوه ما تطيح عليه دي. مشي. اوكي قتلناه، والله ما ادري قتلناه ولا لا. لا والله ما تعرف، الله ياخذه. بس والله الثاني اعتقد بتطيح عليه. والله خساره، كانت فرصه مره حلوه اني انهي. شايف كانت في الثاني كمان هنا. ييه الله ياخذهم كلهم، شكين فيني. بس الحرس الشخص اللي وراه ما هو شايفنا. خلينا ندخل بالسجل سريع. والله زي ما اقول لكم كان بدنا ننهي بسهوله كمان، بس والله ما ادري كان المفروض اكون اسرع من كذا. والله يا اخوان ما ادري دي من هنا هيد شات. لا حتجي الفرصه، ما عليكم. طب جبت عميلين، يا سلام. والله بحس صعب اصيده من هنا. خلوه يوقف، حتجي الفرصة، ما عليكم. يا سلام لو تجيني هنا راح يكون شيء مرة حلو. اتوقع راح يجي هنا. تبه والله مشكلة، كلهم شاكين فيني. في واحد هناك كمان، اعتقد اللي هناك بدنا ننهيه. والله صراحة يا اخوان انا ابغى انهيهم على طول. ان شاء الله هذا هيد شات من هنا. اوكي كنا ننهي ذا اللي هنا، عارفين كيف؟ بصير اشرد. لا انتبه. والله خربتها. اشرد. والله مرحلتنا صعبة. يا ساتر، والله لازم اشرد بسرعة كمان. اشرد. والله لازم اغير لبسي بسرعة كمان. اوكي الان قتلنا اربعة. في مخرج من هنا، بالله يقولوا لي فيه. والله خربتها. بس كويس الان قتلنا اربعة. بالله يقولوا بدنا نطلع من هنا. طب من هنا بدنا ادخل. طيب يا اخوان قتلنا اربعة. اوكي تعال كذا مداني. يا سلام، والله ما ادري ما ابغى اقتله. يا اخوان نطلع على فوق. ونطلع من هنا عشان اعتقد اخر شخص من العملاء لازم نقتله. اتوقع انه برا. اوكي خلنا نخرج خلاص، الحمد لله ما مشكين فيني. خلنا نشوف، اعتقد الاكزيت من هنا عشان خلاص نطلع من المكان ذا ونجيب اللي هو العميل الاخير. كيف نقتله؟ بس خلنا بالبداية اطلع من هنا. هذا مخرج، والله ما ادري، ما اظن مخرج. شو المكان ذا؟ طيب تقدر تطلع من هنا؟ خلينا نشوف.
يقول لي انتر. يا سلام. اوكي الحين خلينا ندور العميل الاخير. مدري مو ده. لا 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 مره مو ده. اقول جثه بس ما عليكم. طيب طب اخر واحد صدقوني حول هنا. طيب ما هو ده. خلينا ننزل ندور هنا. والله الاخير صراحة ما ادري فين راح الاقيه. خلينا نرجع لهنا نشوف الجهة دي اللي هنا. اخي غريب المفروض ان يكون ذا. ادري الصراحة اروح الجهة دي اللي هنا. طيب عشان ما ادري ليه صراحة اتوقعوا هنا انا يلفلف. سكن مو هو. لو هو يعني اللعبة راح تقول انه هو. Then I'll drop it off. Yeah, I know. It's on a receipt. Swan here. All quiet so far. Oh, food delivery guy. تعال يا حبيبي تعال. هذا من أول أدورنا. يبا سكن ما عليكم. جبنا الأخير. والله ما أدري كيف جبته بس لكن جبناه. عشان لو تتذكروا في مكان رحته أنا. كانوا ما يخلوني أدخل إلا لما زي ما تقولوا اكون لابس لبس الدليفري جاي. كان الخير هذا هو زي ما قلت لك. والله كنت اتوقع انه هو عايش يرمي عليه. والله ما ادري بدنا نديه هيد شات. تبي 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 شيل شيل. والله كلهم شكوا فينا. الله ياخذها. في احد هنا؟ والله ما في احد. اوكي من هي؟ اوكي اوكي انا اشرد ان شاء الله ما حد شاف شيء. يا سلام اكزت بس. والله قاعد يطلقوا. ليه يقول لي من هنا في طريق؟ ايش اللي من هنا؟ والله ما ادري من فين رحت بس يلا. ليه يقول لي في باب من هنا؟ الحمد لله. الباب ذا مفتوح. حلو حلو. والله بصير في كل مكان. انت تتعس. متى ننزل من هنا؟ يوم مداني. لا لا مع الجسر افضل. قلت لك والله كنت حاسس انه ذاك الاخير. ما ادري ليه صراحه اللعبه ما حددت لي اياه على طول. يا سلام جبناهم كلهم الحمد لله. قتلناهم. بس خلنا بس اطلع من هنا. ان شاء الله في مخرج من هنا. والله مهمه صراحه كانت شويه معقد عارفين. شعلنا الاهداف يعني لازم انت تطلعهم. سكن الحمد لله طلعناهم قتلناهم وسوينا المطلوب. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. اوكي اخوان الحمد لله ختمنا مهمة. احنا اكيد راح نكمل وراح نلعب مهمة كمان. اللعبة ذي ما اعتقد انها طويلة. يعني ممكن راح اختمها بست حلقات اظن او خمسة بالكثير. But not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet here we are. Status quo. It just goes to show you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood.
It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table?